هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات مع قوات الاحتلال المتواغلة في محاور قطاع غزة، خاصة محور خان يونس. هذا وأعلنت الفصائل تمكنها من استهداف تجمع لقوات الاحتلال غرب مدينة غزة بقذائف الهاون، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة. وأعلنت حركة حماس تدمير دبابتين إسرائيليتين من نوع مركبة وجرافة بقذائف الياسين 105 جنوب غربي مدينة غزة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود إسرائيليين خلال المعارك البرية داخل غزة وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، مؤكدا ارتفاع عدد قتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 560 ضابطا وجنديا، من بينهم 224 منذ اندلاع المعارك البرية في القطاع.